جيب لي الزراعه وجيب لي النفط وجيب لي ما عندي وزير انا احبه او اعرفه او صديقي او ياثر يا علي. قسما بالله قدام استاذ نديم، قسما بالله استاذ محمد، وانا قدام المواطنين وقدام الشعب العراقي وقدام دوله رئيس الوزراء، انا دا اتبرع لك متبرع. جيب مصورك وجيب كاميرتك وافرك على اماكن كان السكراب بالصناعه، الان هذا حارقني، قامت تشتغل وتنتج، لكن يا عمي مدراء عامين لحد الان اعرفهم اربعه او خمسه من افسد ما خلق الله بالصناعه. لكن لما نحكي ويا الوزير او الوكيل يقول لي كل الاستنفاذات الاداريه رفع يد وعقوبه، والان كتابهم يم رئيس الوزراء، بمكتب رئيس الوزراء يقول منومين الكتب، شو يسوي الوزير؟ شو يسوي الوزير؟ يستقيل. وهو مفكر واستقالة مسببة، لازم يقول لما تستقيل واستقالة مسببة، يعني مثل ما كانت العهد الملكي كانت استاذ ذليل لو سمحت لي الطريق. المشراق ما نفكر بيه بالله عليك، انت ابن البصرة مو؟ بالبغداد. ابن بغداد بس انت بالبصرة اتصور عندك خدمة، الحديد والصلب مال البصرة من 2003 الى هسه احد فكر يشغله من ارقى معامل الشرق الاوسط؟ ما اشتغل. راح الداين من رئيس ماكو ارادة اصلا ماكو، راح الداين من المحافظ واخذ داين. اريد اعرف هل بالامكان فتح هذا المعمل؟ راح يفتتح حسب معلوماتي شهر الرابع او الخامس، راح ينتهي انتاج يكفي العراق ويصدر منه ويدر للعراق كل سنه مليار دولار. العالم ما يريدوها ليش؟ لان بصفنا حبايبك وجيران بيت ابو محمد اللي بصفنا، بيت ابو شوقي، يصدرون لنا حديد فما يريدون ينفتح. ما يخلوه يكمل. واذا اقول بيت ابو شوقي ما اعتقد يخلوه يكمل. بيت ابو شوقي وغيرهم ما يريدون ينفتح حتى نبطل استيراد من عندهم. معمل زجاج الانبار، تعال اكو هسه زجاج بالعراق ببغداد غير زجاج من دوله واحده؟ راح على مصنع الانبار وراح يبدي ينتج زجاج الانبار، طلعوا له شغله، سووا له شغله حتى يصدر. شيخ